مرحبا. عسلامة. لاباس خويا؟ الحمد لله. شنو تعرف علي؟ هيشي يا مالا اسك بحي التضامن. هيشي من حي التضامن. وضعيتك الاجتماعية شنو؟ والله شنو نقول لك تياب مريض انا، عندي سكر والدم فهمتني، ومريض وما فماش دوية فهمتني، وناخذ في 200 ألف تاع 220 ألف. تو بركة من الصباح انا في البوصة ما فماش فهمتني، مشيت البوصة الاخرى قال لك الريزو طايح. اليوم المفروض تصرفت هي ولا؟ نهار 17 نورمالمون، نهار 17 خاطر جاب السبت فهمتني. ايوا انا مريض انا ساقي مهدينا بالقصال، المشتى عندي في المشتى العلام مهدينا بالقصال. باش خالف؟ قال لي لازم ترقص في القصال باش ينحوا لك خير ملي تطلع لك الفوق. خويا شحال اخر؟ هذيك هي السكر بصباع يبدو. وقتاش بداك السكر؟ عندي مع 23. ليه هو كان خزن لي انا ما فطنتش بيه، مخزون فهمتني. اي مشيت حللت قال لي عندك مخزون في ستة وفي ويش، قلت له ما حسيتش بيه، قال لي قلت له راه غدرني غدران دخت فهمتي مرتين ولا ثلاث. مشيت عملت تحاليل لقى عندي مخزون بركه. زرخ اليوم؟ ناخذ في الدواء، ناخذ في خمسة انواع نتاع الدواء. خمسة انواع؟ كل يوم؟ كل يوم يوميا اقسم بالله خمسة انواع. عندك على هذا الحال قديش؟ عندي عامي. عندك شكون معاك؟ والله عندي امي فهمتي، ولا امراه كبيره، انا مرتي ميته، وعندي بنيه فهمتني، خلت لي بنيه تبارك الله تقرا في التكوين لاباس. اكيد لاباس. صغيره وانا متوفيه مرض. والده وبنتي. الزوجه عندها قداش من توفي؟ عند بريسك خلت لي البنية بنت 4 سنين. أمك وربيتها؟ أيوة أمك خلت لي بنت 4 سنين وأربع أشهر. تحس روحك تعب شوية اليوم مع البنية؟ أمانة عندك بنتك يا كمام، لكن مع مرضتك. بالنسبة للبنية ما نكذبش عليها، خالتها تعطي شويه فهمت كيف، ويتيمه معناتها مش كل معناتها تتحمل. امك ليه؟ صحيت امي تعبه وانا تعب فهمت كيف، زاد امي مراوش 80 سنه امي، حتى كيفاش تجي طيب ما تقفش على القاص، تحط كدبوزه صغيره الحمراء تقعد بالقعده، كبرت قريبة. ايش طيب لها انت؟ نجم حاجات حاجات معناتها سامبل مش معناتها المفروض تتعلم، حتى خاطر صحيح مريض انت، ولكن انت تبقى صحيا خير في وضع صحي خير من امك برشا. ايش باش نقول لك ما عندناش نطيب. مهم راه الديتاي هذايا، مهم الديتاي هذايا، راه امك مراه كبيره 81 عام. براو كلمة نتاع يعطيك الطيب. ليه نعم انا ليه الامور هذيك مثلا ليه؟ ليه نعمل وننظف انا نعمل رقم مريض وننظف ونا بنتي تمشي تقرا على روحها وتمشي كذا تمشي تكوين وهي فهمتي ولا كذا ونحط الصابون ونحط البيض ونحط نعيش في وقت مع الفقر والمرض والناس ما ترحمش. الفقر والله يتعدى والله والله يتعدى والله، حتى على قد ما خبز نتاع تحيت تمشي تقول له اعطيني جيعان يمدك. أما شنو المرض هذيك ما فماش، دواء، نقسم بالله شهرين بلا دواء. تشري سبيتاش؟ ما فماش دواء. نقول لك برا شري وحدك. أي برا شري وحدك. هي راهي ما فماش تفرق، ما فماش لك أنت باش تاخذه بالمجان، ولكن كي تمشي للفارماسي تدفع فلوس فما. فما موجود، أنا غالي عليا شو تاع الدواء والسكر وشحال من فضة. ما تسميليش أسامي الدواء. فهمتي ريتشارد ما كي نبدا مجروح انا كي زي نورمالمون زاد دواء فهمتي كيف، حتى كي نبدا مجروح عايزين يروح تريتمون. شو نقول لك؟ عندك الكارنيه نتاع العلاج؟ عندي انا قلت لك انا عندي نتاع 220. ما يعملوا شيء؟ عندي زوز ولايه في الدار، مراه كبيره وبني. شو باش يعملوا؟ سميتهم زوز اولاد، زوز صغار معناها. زوز ولايه. زوز ولايه.
مرأة كبيرة وبنية صغير. بنتك مصروفة. ما عادش نجم تخدم اليوم. نجمش ولا لا نجم، كان نلقى حتى عصيص نخدم. عصيت حط. جربت مشيت؟ إي مشيت، قالوا لي على مر، اللي يقول لي يقول لي على مر ما عادش. على اساس وكانهم شي يصبوا لك هما سيناسيس ويصوروا لك جو. نخدم، قلت لهم لا سيناسيس لا ما تصب، ما يصب لي حد. يصب لي كرب سبحان الله. في صعيبة شوية في بلادنا مع المرض ومع الفقر. ما يرحموكش. العمر ما عادش، خاصة أنت تسربست عليهم جماعة العصا وجماعة معناتها وليت فيهم تكلم تكلم قايس سعيد فهمت عليهم باش يحسن لهم وضعيتهم وياه ما عادش يقبلوا الكبار. عندك قداش من عام ما خدمتش؟ في 60 سنة. ما عنديش ما عنديش برشا، كنت نخدم في شانتي في ريانة لاباس الحمد لله. تخدم في المرمى؟ مش المرمى ناس عصيص. ارتاح خاطر. كي مرضت قالوا لي. اليوم الطبيب شنو حاكم عليك بالضبط على ساقك؟ مش شنو تسنى؟ قالك باش ما ينتشرش؟ مش ما يسرحش يطلعش بشويه بشويه فهمت؟ ما تمشيش برشا طيب؟ جمل والله العظيم هون باب الخضرة هنا كنت في الجنينة هذي اللي على اليسار راني مشيت خاطر شويه باش سامحني ما نجمش. مش تمشي؟ هكيك نعمل دور على السكر، ما الطبيب قال لازمك تدور شويه تعمل دور حتى نص ساعة فهمتي ولا ايه، وبعد نرجع ناخذ المترو، انا هبطت من المترو تو نمشي شوية غاديكا فهمتي، ونعمل كي نرجع. تاخذ ترونسبور كل يوم؟ ترونسبور ناخذ المترو. في الوضع هذا الكل هل دارك ملك ولا كراهي؟ والله دار بابا فهمتني. دار ملك؟ اي انا مش معناتها ومش وحدي. حاجة أهون منها. هذيك سترني ربي عليها الحكاية دي والله. تحسها صعبة مع الدنيا معاك في وجهك؟ نمشي نبكي انا شنو تعمل نبدا وحدي تقول لي نمشي طوريت انت حيرتني والله يا ربي ربي كيفي. شنو طلباتك اليوم؟ طلبت يداووني. يداووك بالمجان معناها؟ انت ما طالبش هيك العلاج؟ يداووني بالعلاج يعطوني دواء يا اخويا يعطوني دواء طلب الدواء راني فماش حربوش راه ما فماش راه نعم في 5% على نتاعها. تكلفة الدواء نتاعك قداش يوميا؟ أسبوعيا. أي المعنى؟ أسبوعيا. أسبوعيا حكيت 55 أسبوعيا نحسبها معناتها تاخذها من هنا تحطهم في الدوايات ما تاكلش ما تشربش. ومع التقاعد هو موخر عليك معناها؟ عندي تقاعد. ال 200؟ إي هذوك نحطهم في الدواء. نحطهم في الدواء، وانت ما ناكلش ما نشربش. ربي يفرج عليك. ها؟ ربي يفرج عليك. يرحم والديك.